أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما كيفية السلام على رجل كافر؟ هل أقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم، ردوا عليهم تقولوا وعليكم. نعم، فلا يجوز بداءتهم بالسلام، ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم. نعم.